للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا مراسلنا بدر الركابي من بغداد. بدر، مساء الخير، أطلعنا على تطورات الوضع لديك. نعم زميلتي، تحية لك وتحية لجميع السيدات والسادة المشاهدين. يعني أصداء ما حدث يوم أمس بجلسة البرلمان الأولى بدورته الخامسة ملموسة وواضحة هنا في العاصمة بغداد، يعني لا يخلو أي تجمع هنا في العاصمة من الحديث والتطرق لما حدث من مخرجات جلسة يوم أمس في البرلمان. كان لدينا لقاءات عديدة مع المواطنين، تحدثنا معهم حول آرائهم ووجهات نظرهم حول جلسة يوم أمس ومخرجاتها وما تم فيها من اختيار رئيسا للبرلمان وكذلك لنائبي في الجلسة الأولى. يعني حقيقة الشارع البغدادي مؤيد ومرحب لما أقدم عليه البرلمان ولنتاج الجلسة الأولى بانتخاب رئيس البرلمان السيد محمد الحربوسي للولاية الثانية، وهناك ترحيب واسع لهذه الخطوة حقيقة هنا في العاصمة بغداد، لا سيما وأن رئيس البرلمان بدورته السابقة كان لديه حضور واضح نتيجة لمواقفه وكذلك لأدائه إن كان بخلال البرلمان وكذلك حتى المواقف شعبيا وكذلك حتى سياسيا. فاليوم الشارع البغدادي مؤيد لهذه الخطوة ومرحب بتكرار التجربة مع السيد الحلبوسي مرة أخرى وكذلك حتى انتخاب النائبين للسيد الحلبوسي، والجميع يتطلع لأن يكون هناك دور أيضا للبرلمان ملموس وواضح وحقيقي بنتاج أيضا في هذه الدورة، إن كان عن طريق الدور التشريعي ويعني الشروع بتشريع قوانين تخدم المواطن واحتياجاته وتطلعاته، بالإضافة إلى ممارسة الدور الرقابي من خلال متابعة الأداء الحكومي وتقييمه وأيضا القيام بالدور الرقابي عبر بوابة الاستجوابات ومحاسبة المقصرين من الحكومة. فالجميع اليوم يتطلع لأن يكون دور البرلمان أيضا بذات الدور الذي أقدم عليه في الدورة الماضية، وأن تكون هناك خطوات أيضا يعني فعلية من هذا البرلمان، وهم يؤيدون ما نتج عن جلسة البرلمان يوم أمس. وأيضا تحدثت معهم وجل الحديث لربما أيضا حتى تركز على يعني انتخاب رئيس الجمهورية وكذلك رئيس الوزراء، وأن يكون بذات السلاسة والسرعة التي حسم فيها اختيار رئيس البرلمان ونائبيه. فبالتالي الجميع يتطلع بأن تكون الخطوة المقبلة باختيار رئيس الجمهورية خطوة سريعة لا يتضمن فيها خلافات أو مماطلات أو مماحكات، وقد يطيل هذا الأمر. هذا ما جعلهم اليوم بالخطوة الإيجابية لاختيار رئيس البرلمان، يتطلعون أن تكون هي ذات الخطوة في اختيار رئيس الجمهورية ومن ثم اختيار رئيس الوزراء. نعم، إذن ردود أفعال الشارع العراقي حول الجلسة كانت إيجابية. بدر الركابي مراسلنا من بغداد، أشكر لك هذه المعلومات.